وهذا بذكرني بقصة وقعت وأنا في الشام قبل 11 سنة أو 12 سنة. كنا طبعا نلقي دروس هناك وشباب من مختلف الأجناس والحزبيات وإلى آخره. بدأ شاب من قبل سنة، يعني السؤال اللي راح أحكي لكم إياه بدأ يتردد علينا في الدرس، وبعد كم شهر شعرت أنه اتخذ لحية على طريقة بعض البلاد العربية. المهم شعرت أنه أنا هذا الشاب على أجري وبجري خير مما كان عليه أول ما بدأ يتردد علينا، يعني هذا وإن كان لكن خير من اللي مبتلى بحلق اللهي على نظيف تماما. خلاصة يوم من الأيام بخرج من الدرس، عادة لما بيكون بعض الشباب عنده الأسئلة خاصة ما بيلقوها على الملأ، يطلبوا فرصة خروجي بيطلع معي بيقول يا أستاذ بدي استشيرك في أمر. أنا أتفضل. تحينا هيك ناحية، قال لي أمي بتدخل علي وبتترجاني انه احلق لحيتي، وانا بقول في نفسي يا ريت تكون لحية كاملة. ليش؟ قال لانه ابوه لهالولد يعني زوج امه كانوا المخابرات ألقوا القبض عليه فهو مسجون. بتقول الام لولدها بكفينا ابوك الان مسجون، هو مسجون لأنه محامي وإسلامي، هتتدخل عليه كل مدة بتصير معه المشكلة وهو مو عارف شو بده يسوي مع أمه. فشو رأيك يا أستاذ؟ قلت له والله ما تأخذني يا شيخ الآن، أنا مضطر إني مدرجي أنا ركبتي منا، شو بتنصحني أحلقها ولا لا؟ قلت له والله لا ما بقدر إله كملها. المهم قلت له يا أخي أنا ما بقدر إلك لا أحلقها ولا لا تحلقها، أنا عندي حديث وأنا متشبع فيه تماما، بيعلمنا الشرع من جهة بيعلمنا السياسة مع الناس من جهة أخرى. فرجل جاء إلى أبي الدرداء أظن، قال له والدتي والدي يأمرني بتطليق زوجتي فهل أطلقها؟ قال له لا أقول أطلقها ولا أقول لا أطلقها، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. شايف شلون حول عليه؟ لأنه خطر انه طلق يمكن يكون خرب بيته، ولا تطلق كمان في معصية ايش الام. فهون بقى المبتلى بده يعمل معادلة مراجعة، يعني يختار الشر الاقل على الشر الاكثر، اما يخربها برقبة الشيخ لا. فانا قلت له في هذا الجواب ما بقول لك لا انه اهلي ولا انك لا تحلي، لكن تريد تقول لأمك ما يأتي. إلا يا أمي القضية ما باللحية، هاي أبي بدون لحية، هاي هو في السجن قبل مني، أبوه بدون لحية حريق، هاي المخابرات ألقيت القبض عليه، شو ما أفادوا حلق اللحية؟ ما أفادوا حلق اللحية. ففهم لأمك أنه إعفاء اللحية تقوى لله، فهذه بيتقي ربه ما بيكون سبب لسجنه وعذابه. هاي أبوه الله حبسه، ليش؟ لأنه مسلم وإله حركات طبعا باعتباره محامي، كلام ضد الدولة ضد كذا. أما أنت بتعطيك ناشئ شاب ناشئ في مقتبل العمر، فمجرد ما ترخي لحيتك ما راح يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لا سيما وأنت تريد أن تتقي الله عز وجل. الشاهد أنه كثير من الناس بيستبقوا النتائج وبيرتكبوا المحرمات حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز إسلاميا أبدا، وهذه نقطة فيها دقة فيجب مراعاتها.